لولو كيتشن. شوفوا طبق معكرونة كتير طيب، طبق معكرونة بصلصة البولونيز، نفس طريقة البولونيز بس أنا ما حطيت جزر لأنه نحن ما بنحط الجزر، ما بحبه يعني بصراحة، يعني ولادي وأنا ما بنحب الجزر بقلبه. بتمنى تكون طريقة اليوم تعجبكم، كتير طيبة، فيكم تاكلوا المعكرونة لحالها وفيكم تاكلوا المعكرونة مع الصوص تعيتها، المعكرونة فيكم تاكلوها مع اللبن أو مع الكاتشب لأنه عملتها بطريقة كمان كتير مميزة، وفيكم تاكلوها مع هيدا كمان الصوص الرائع كتير طيب. يلا نروح سوا نشوف الطريقة والمقادير. طنجرة فيها مي على النار، هلأ بدي أحط فوق منها الملح منشان المعكرونة ما تلزق ببعضها، لا بحط زيت ولا شي بس ملح. شايفين عندي المي هلأ عم تغلي، رح نزل عندي معكرونة ربطتين معكرونة بدي قصهم بالنص، فيكن انتو تخلوهم مثل ما هن. فيكن تخلو عواد المعكرونة ما تقصوهم، انا رح قصهم لانه في عندي ولاد صغار. هيك اهون بالاكل، رح حركن عشان ما يلزقوا ببعضن، يعني ضلن شقفة وحدة مثل ما شايفين عشان يتفرقوا عن بعض. هلا رح اتركن شوي لحتى يغلوا مزبوط كمان تستوي حبة المعكرونة. مثل ما شايفين عندي المعكرونة استويت، شايفين منا ملزقة ابدا. هلا دغري بدي روح صفيها من المي ونشوف شو بدنا نعمل فيها. هي زيتها على النار بعد ما غسلتها، هحط بقلبها زيت، فيكن تحطوا زبدة انتو بس انا ما بدي احط زبدة هالمرة، رح احط زيت. كل المعكرونة اللي صفيتها من السلق فوق الزيت، شايفين هيك شوي شوي بحركهم مع الزيت ليتغلفوا بالزيت هيك مثل ما شايفين. هلا رح نزل الباقيين. هلا رح زيد شوية ملح لأنه إذا حطيت المعكرونة كلياتها ما حتاخذ، ما حقدر أوزع الملح مزبوط عليهم، شوي هلا وشوي على بس لينزلوا الباقيين. مثل ما شايفين هلا كل ما نزل حرك مشان يتغلف كل الحبات المعكرونة بالزيت. هنزل بعد شايفين هيك بهالطريقة، بعد عندي شوية معكرونة رح اتلقهم كلهم فوق منها. حطيت كل المعكرونات مثل ما شايفين ما بقى عندي. هلا رح زيد شوية ملح بعد، زيد شوية سبع بهارات وشوية بهار اسود بتطلع شوي حرة. اكلة كتير طيبة وعالسريع بتخلط. رح حركها مزبوط لحتى كل البهارات تغلغل فيها كلياتها، هي مع الزيت مع الملح مع كل شيء. مثل ما سامعين هي عم تنقلها هلا تحت. ريحتها بتجنن.
فيكم تاكلوها هيك تحطوا عليها كاتشب، فيكم تاكلوها مع لبن، بس انا هلا رح اعمل معها اكيد خلطة البولونيز. يلي بده بياكل هيك، واللي بده بياكل معها خلطة البولونيز مع اللحمة. هيك بتكون عنا المعكرونة خلصت. هلا بدنا نبلش بالصوص اللحمة مع الصوص البندورة، الصوص البولونيز. طنجرة تانية على الغاز، احط زيت لحتى تسخن. عندي اربع بصلات وسط فرمتهم فرم ناعم، رح نزلهم كمان فوق الزيت. بقلهم شوي، ما بدي حمرهم كتير بس تبيل، وارجع احط فوق منهم اللحمة. بعد ما دبلت البصلة مثل ما شايفين المفروض حط انا جزر مبروش، بس نحنا ما بنحبها بالجزر مبروش، بس لحمة وبصل. عندي هون تقريبا 3 ارباع او نص كيلو لحمة مفرومة، رح قليها منيح مع البصل. هلا من بعد ما تستوي اللحمة رح نزيد الملح والبهارات. مثل ما شايفين عندي اللحمة تغير لونها، هلا رح زد لها الملح والبهارات تعولا. هاي معلقة كبيرة ملح. هلا كمان رح نعوز ملح لما احط الصوص، رح ذوقها اذا بدها ملح رح زيد ملح. رح زيد كمان بهار اسود، معلقة صغيرة بهار اسود، ومعلقة صغيرة بابريكا حمراء. ورح احط كمان معلقة صغيرة اوريجانو، الاوريجاني يعني الزعتر يابس، معلقة صغيرة. رح حركهم مزبوط. اكيد ناقصها الجزر، بس لانه نحن ما بنحب الجزر معها ما حطيت جزر. ريحة الاوريجانو عبت، روعة روعة روعة. هاتركها شوي هلا تتسبك مع البهارات وبرجع بحط لها الصوص. زدت لهم علبتين من هيدا العصير البندورة اللي وزنها 500 جرام الوحدة، يعني 2000 جرام. هلا رح اتركها تتسبك شوي معها، بعدين زد لها المي مثل ما شايفين. رح غطيها لانه بتطرطش. مثل ما شايفين الصوص عم تغلي مع اللحمة، هلا رح زد لها المي. هلا رح نشوف هيك الصوص تمام، شايفين قد ايه فيها لحمة. هلا بدي جمد شوي الصوص، بدي سمكه. شو بعمل؟ عندي هون معلقتين نشا كبار، رح زد لهم مي وارجع اضيفهم فوق الصوص. شايفين الصوص عندي هلا عم تغلي، اخذت الطعمات كلياتها اتجانست مع بعضها. هلا بدي حط النشا اللي انا دوبته بالمي، معلقتين النشا الكبار بدي احطهم فوق منها. دقت ملحها طلع تمام، ما زدت لها ملح ابدا. هلا بدي خليها تغلي لحتى الصوص تتكاثف. مثل ما شايفين بلشت الصوص تتكاثف كمان عندي، ولا احلى من هيك، ريحه بتعقد عن جد. رح اتركها تغلي شوي وبرجع لكم. الصوص
الصوص عم تغلي عندي، شوفوا كيف صارت ولا احلى من هيك، معقدي. رح اخليها كمان شوي تغلي بتكون خلصت عندنا هيك الصوص البولونيز. شايفين من بعد ما خليتها تغلي مظبوط، شايفين كيف صارت سمكت وريحتها بتشهي. هلا هيك بتكون خلصت عنا، رح طفي الغاز تحتها ونسكب. وهون عندي المعكرونه اللي انا سويتها قبل شوي، انتوا شايفين هون معكرونه كمان جاهزه خالصه، هلا بدنا نسكبها مع بعض. رح اسكب اول شيء المعكرونه مثل ما شايفين، المعكرونه تاعيتي انا اللي قليتها بالزيت، فيكم انتوا تقلوها بالسمنه مثل ما شايفين. يا سلام، كمان ريحتها بتشهي، ريحتها بتعقد هيك. هلا بدنا نسكب عليها الصوص. نسكب هلا الصوص على الوجه مثل ما شايفين. يا عين يا عين، ولا احلى ولا اشهى من هيك. فيكم تاكلوا المعكرونه لحالها مع لبن او كاتشب، فيكم تحطوا هيدا الصوص معها للمعكرونه، بيطلع كتير طيب، كتير بيلبقوا لبعض. وهي رشه بقدونس على الوجه مجفف، ولا اجمل من هيك، والطعمه روعه. شايفين؟ وهيك بكون خلص طبقنا لليوم، طبق المعكرونه بصلصه البولونيز، ولا اشهى. شوفوا شوفوا المنظر. اذا عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. بتشكركم كتير على المتابعه، والى اللقاء بفيديو جديد.